78 طفلا من مدارس رام الله ينتخبون ويرشحون أنفسهم في انتخابات مجلس بلدي للأطفال يوازي المجلس الرئيسي في بلدية رام الله، وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التي غطتهم بورش عمل تدريبية للصفوف 3، 8، 9، و10. بلدية معنية إن تبلش الأفكار للشباب تبلش تطلع منهم، فعلى هذا الأساس أصروا إن نأسس مجلس بلدي أطفال، لأنه لما أنت تاخذي الفكرة من الطفل مش زي لما أنت تكون الملقنة الكبار ويعطوهم اعملوا كذا، هن بيجوا بالعكس، تيجي الفكرة عكسية، بيجوا الأطفال بيقولوا بدنا إحنا نعمل كذا وساعدونا يا بلدية، ومن هون بتم الحديث. التجربة بدأت منذ العام 2008 بهدف تطوير الروح القيادية لدى الأطفال وفسح المجال أمام طموحاتهم ورؤاهم لهذه البلد. عندي كتير أفكار نطور البلد، وكتير في أراضي بوري يمكن إنه نستفيد منها حدائق وملاعب. عندنا اقتراح مثلا نسوي ملاعب أو أي إشي، يعني هدول إشي سهل على البلدية، يعني مش إشي معقد. رح أحسن من هاي المدينة ورح أعملها كتير أشياء ومشاريع، نجمع أكتر أفكار ونفرض عليهم الأمر. رشحت حالي عشان مجلس بلدي الأطفال وجاي أنتخب الناس بعرفهم عشان يفوزوا. بدي أنفذ الأفكار اللي في بالي، بدي أحسن من مستوى البلد، بدي أسوي كل إشي أنا كنت حاب أغيره. رح نجيب طلاب من جامعة بير زيت يخدموا الطلاب، في موجودين هدول الطلاب يخدموا الطلاب لضعاف بعض المواد، إنجليز، رياضيات، عرب، كثير شغلات رح نعمل. انتخابات داخلية في المدارس ثم انتخابات محاكية للواقع السياسي، يليها حملات مقترحة وأفكار وأعمال تطوعية. مجالس أطفال اليوم قادة المستقبل. لتلفزيون القدس، كنانة عيسى، رام الله.